أنا معايا النهاردة واحد من نجوم الشباب الموهوبين حقيقي، واللي قدر في وقت قليل يصنع نجوميته، قدر يوصل لقلوب الناس بسرعة. الجميل بقى في الموضوع إنه قدر يطلع من جلباب أبوه من أول لحظة وقف فيها قدام الكاميرا. عرف يبقى له شخصيته الفنية المستقلة وأدائه المختلف تماما عن أداء والده. ما حاولش يقلده أو يبقى نسخة منه. ده بيبين لنا قد إيه هو موهوب ومتميز من أول ظهور ليه في مشهد أميرة من عابدين، مسلسل أميرة من عابدين أمام النجمة سميرة أحمد. ملامحه بتساعده إنه يلعب دور الشرير الفيلن والطيب المسالم بمنتهى السهولة. تحس إنه عجينة سهلة التشكيل لأي مخرج، فتلاقيه الظابط أيمن في هي ودافينجي، علي في يا أنا يا أنتي، محروس في سوق الخضار، أحمد رمزي في السندريلا، كريم في الحارة، حلمي في الليلة الكبيرة، إسماعيل في الصفعة، هو الماهر ابن الماهر محمد ماهر. إيه ميدو؟ ايه التقديمه الحلوه دي؟ اه شفت بقى. ربنا يخليك. بس الماهر ابن الماهر دي الحاجات دي بتاعت دينا زخاري يعني عشان بقى انا عارف. بص بقى المودين بتوعي بقى لهم يومين كده يعني بيدلعوني، مره تبقى معايا يسرى فمنا عبيد تقول فوق مستوى الشابوهات، مره يبقى معايا ميدو ماهر فتروح دينا كاتبه لي ايه الماهر ابن الماهر محمد ماهر، يعني بيظبطوني يعني بيظبطوني في الحركات. منورنا، ربنا يخليك يا رب. وهبتدي معاك من الاول من هي ودافينجي. اولا طبعا انا عايز اعرف ترشيح الدور جه ازاي، استعدت له ازاي، وازاي قدرت تقف قدام جبابره التمثيل خالد صاوي، ليلى علوي، وطبعا بيومي فؤاد. بصي، هو السنه دي جالي اعمال كتير بس ما حسيتش ان انا ممكن اعمل حاجه فيهم، او ما لقيتش نفسي في الشخصيات اللي كانت بتتعرض. فقررت ان انا مش هشارك السنه دي في رمضان. اوكي. وقبل انتهاء الموسم الدرامي تليفون جالي من مكتب الاستاذ ممدوح شاهين، عايزينك النهارده ضروري جدا. فنزلت رحت، قعدنا في المكتب، قالوا لي على المسلسل وفكره المسلسل. طبعا انا كان نفسي اقف قدام الاستاذ خالد الصاوي. كان حظي حلو ان انا اشتغلت مع مدام ليلى علوي قبل كده، عملت معاها مسلسلين. كان ايه المسلسلين؟ كانوا حديث الصباح والمساء وتعالى نحلم ببكره. حديث الصباح والمساء ده من اول ده كان عام. بدايتي كان بدايتي. لكن الاستاذ خالد الصاوي ما كنتش اشتغلت معاه قبل كده. وكان قبلها بشهر اتعمل معايا حديث صحفي. فقالوا لي كان نفسك في ايه وما تحققش لسه؟ قلت لهم كان نفسي اشتغل مع الاستاذ خالد الصاوي والاستاذ خالد صالح الله يرحمه. فالحمد لله ربنا حقق يعني صحيح. الامنيه. ده انت فيك حاجه لله. فيك حاجه لله. ورحنا وقعدنا واتناقشنا في السياق بتاع الشخصيه. تمام. انا ما كنتش حابب اقدم دور ظابط تاني لان قدمته قبل كده. قدمته في عمل ايه؟ قدمته في الصفعة ولا في فيلم؟ في الصفعة. لا، الصفعة كان ظابط مخابرات. اوكي. وقدمته في فيلم حلم العمر. محمد هلال. تمام. فما كنتش حابب العب ظابط تاني خلاص. يعني هريح شويه من الشخصيه دي. فالاستاذ ممدوح شاهين قال لي لا، ده انت لازم تلعب الكاركتر ده لانه مهم جدا وهيفرق معاك جدا. ودور محوري في الاحداث. ودور محوري ومهم انك تلعب الشخصيه دي. وكان الترشيح جاي من استاذه ليلى علوي. تمام. فمضيت طبعا وانا من غير ما افكر. وحتى الورق جالي بعدها باسبوع. قعدت قريت وكان الشوتينج على طول. ده انت كنت في صراع مع الزمن يعني. يعني جيت بشكل متاخر وقدرت تستعد له في نو تايم يعني. لا، قعدت قريته مره واثنين وفرغنا الشخصيه، وقعدت مع الاستاذ عبد العزيز حشاد شرح لي الموضوع. وقعدت طبعا مع الاستاذ محمد الحناوي المؤلف. بسط لي الموضوع جدا. والحمد لله ربنا كرمنا ودخلنا. بس ظابط يعني. صح. يعني اللي كان من عزبه الورد ده ظابط يعني. بس هو مش شرير. يعني هو مش ظابط شرير. لا، هو بس يعني ايه، هو ظابط شريف. كرامته هو ظابط شريف وبيأدي عمله. ولقى انه نتيجه انه ادى عمله على اكمل وجه. يعني الاداره اللي هو شغال فيها ما ادتلوش الجزاء المطلوب يعني. صحيح. ما كافئتوش المكافاه المطلوبه. والمحاميه كانت شاطره اللي هي مدام ليلى علوي. وخرجت الولد من القضيه وهو طلع غلطان. فاتبهدل واترمى في حته بعيده كده اللي هي عزبه الورد. فقرر انه يرجع ينتقم شر انتقام. لكن هو مش شرير.
بس انا كنت حاسه انك انت كمان عندك يعني مشاهد كبيره، يعني مشاهد كتيره كمان. مشاهدك مع بيومي فؤاد من اجمل ما يمكن، مشهدك مع ليلى علوي، مع خالد صاوي، يعني في عارف تحس كمان، يمكن كمان مشاهدك مع بيومي فؤاد فيها صراعات نفسيه كبيره، وده برضو غول تمثيل، مش حاجه سهله يعني. طبعا هو ما شاء الله عليه متنوع كمان السنه دي، الله اكبر الله اكبر ماسك الخشب يعني. ده اهلا بيومي فؤاد، مش اهلا رمضان. موجود السنه دي بكثره. ده نتيجه ان هو ممثل شاطر جدا. صحيح. يعني صحيح. هو لو مش شاطر مش هيبقى مطلوب. صحيح. المنتجين مش هيبقوا بيبعتوا له لو هو مش شاطر. ف ممثل قوي جدا. انا كنت واقف في وسط عتاوله كتير في المسلسل ده. صحيح. ده صحيح. يعني الاستاذ خالد الصاوي طبعا كنت بقعد اذاكر له قبلها بفتره. لان هو يعني ما تعرفش تمسك له ملكه. طبعا. وحش بيخش في الكاركتر وبره في الكواليس يبقى بيتكلم معاك بالكاركتر برضو. فعلا. ما تبقاش عارف انت بتكلم خالد الصاوي ولا بتكلم دافينشي ولا بتكلم مين. انت توقعت النجاح للمسلسل كده؟ يعني رغم ان هو نوع من الفانتازيا شويه، عارف في جزء كده بيبقى خيال وجزء واقع وبيدخلوا في بعض، فلحد الى حد ما الناس اوقات كانت مش يعني انا لحد فتره زمنيه من الحلقات كنت فاكره انه دافينشي ده روح، بس قدرت افهم يعني قدرت افهم فيما بعد بقى انه ازاي انه تلاقي الارواح، فده كان جميل جدا يعني. معنى حلو بس جديد على الدراما. هو انا ما كنتش عارف لسه هيلاقي نسبه النجاح ولا لا، لانه كان في اعمال كتير نازله في رمضان وكلهم اعمال حلوين. يعني كل الاعمال اللي كانت موجوده السنه دي ده صحيح اعمال قويه. صحيح. فالمنافسه شديده قوي. بس انا اللي كان مطمني الى حد ما الكرو. ان انت معاك نجم زي الاستاذ خالد الصاوي، نجمه ليها شعبيه مهوله زي مدام ليلى علوي. صحيح. شركه كبيره. مؤلف تعود ازاي يعرف يجذب المشاهد. ده صحيح. مخرج شاطر، فالكرو نفسه كان مطمن. يعني انت مطمن. لا وكان في سيكونس عارف، كان عارف تحس الاحداث كتيره في غنيه، يعني حلقه غنيه يعني. هم شاطرين في ازاي انهم يشدوا المشاهد. وخصوصا الحلقه الاولى دي، دايما في اي مسلسل الحلقه الاولى دي هي اللي بتقعد المشاهد انه يكمل. صحيح. انك انت هتكمل بعد كده. كل الناس في رمضان بتيجي اول يوم او يوم رمضان تتفرج على اول حلقه هنا واول حلقه هنا، وتقرر بناء على الحلقه الاولى هيتابع ايه ومش هيتابع ايه. بالظبط. هتكمل. الحمد لله ان الحلقه الاولى عندنا كانت قويه سخنه زي ما بيقولوا. فالحمد لله الناس اتفرجت بالشكل المرغوب فيه يعني. وكان على كذا كذا قناه، ما كانش حصري. فده برده ساعد. صحيح. على نجاح المسلسل. صحيح. طيب انت بتشتغل تلفزيون وبتشتغل سينما، ليه انا بحس ان في فترات ما بين كل عمل والتاني، ولا هو له علاقه بالعرض ولا ايه؟ فهمني. لا هو مش فترات، بس انا بحاول انقي على قد ما اقدر. يعني ما بحاولش اعمل حاجه ما تزودليش حاجه في حياتي. ما تعلمش يعني. يعني زي ما بنقول عندنا في الوسط الفني النحت يعني. صحيح. ما تعودش انك تبقى، مع ان انت المفروض في بدايه شبابك فتبقى حابب يعني، او وجهه نظرك انا ليه عايزه افهم علشان اقرب للمشاهد عقليتك بتفكر ازاي. انه انت المفروض في بدايه حياتك فبتبقى همك الى حد ما مع الاجاده طبعا انك انت تبقى منتشر اكتر، بس انت واضح ان انت تنتقي الاعمال، مش بالضروره انك انت تبقى في مليون حاجه مع بعض، بس مهم انك انت تبقى في اعمال باينه وظاهره وتبقى سايب علامه فيها. ده صحيح فعلا؟ المهم انك تعمل عمل قوي. وتبقى بتعمل العمل قوي والكاركتر اللي انت بتلعبه قوي. والفرقه كلها زي ما بيقولوا. الاخراج الانتاج التاليف كله قوي. فتتشاف بشكل كويس. طيب انا قريت لك تصريح بتقول انه لولا سكي ما كانش صناعه السينما استمرت. الحقيقه يعني انا معاك جدا، لانه هو الحقيقه غامر في اوقات غريبه جدا يعني 2011 و2012 يعني في اوقات صعبه يعني. بس عايزه برضو افهم، لان انت اشتغلت مع محمد واشتغلت مع احمد. فقولي اشتغلت مع احمد ايه ومحمد ايه. انا اشتغلت مع الحاج احمد اخر فيلم اللي هي الليله الكبيره. تمام. تاليف الاستاذ احمد عبد الله واخراج الاستاذ سامح عبد العزيز. واشتغلت مع الاستاذ محمد السبكي اخر كلام. حلم العمر. نور عيني تامر حسن. لا يعني اشتغلت في الشركتين شغل الحمد لله. شغل كتير. بس هم بعد الثوره لما حصلت اثرت على صناعه السينما. ده صحيح. كل المنتجين او اصحاب رؤوس المال قلقوا ان يستثمر فلوس، ما هي السينما دي صناعه. صحيح. تجاره.
صحيح. بيحط فلوسه المنتج، يعني بتكلم على المنتج بيحط فلوسه علشان يكسب من ورا الصناعه دي. فالاحوال في البلد ما كانتش لسه مستقره الفتره بتاعه الثوره، فكل المنتجين او معظم المنتجين تراجعوا. صحيح. الوحيد اللي كان قلبه جامد هو آل السبكي وحافظ، سواء الحاج احمد او استاذ محمد السبكي، هم دول اللي كان قلبهم جامد وغامروا في وقت يصعب على اي حد ان ياخد القرار ده فيه. رغم كده انه يعني كثره النقد عليهم كتيره، يعني رغم ان هم بيعملوا كده لكن برضو النقد عليهم. بص انا مش بتكلم على النقد، يعني مش بتكلم على احنا بنتفق او بنختلف، انا بتكلم على المبدا نفسه. انا بتكلم على ان في ناس كان عندهم الشجاعه انهم يخلوا صناعه السينما موجوده لانها تاثرت بالثوره. كل حاجه تاثرت بالثوره لما حصلت. صحيح. فكان لازم حد يبقى ورا الصناعه بقلبه، حد بيحب الشغلانه. يعني مين زي السكي في التلفزيون او في الدراما؟ لا كتير، مش واحد يعني. لا ممدوح شاهين واحد منهم. ممدوح شاهين طبعا طبعا من الناس الجريئه اللي يراهن على العمل ويبقى بيقول لك انا مراهن على العمل لانه هيكسب مثلا السنه دي. بيراهن على نجوم، بيراهن على وجوه جديده. فطبعا الاستاذ ممدوح شاهين من الناس دي، الاستاذ محمود شميس من الناس دي. صحيح. لا في ناس كتير في الدراما قلبها جامد برضو. طيب انت عملت في سندريلا دور احمد رمزي وعرفت كده انك انت رحت قعدت معاه، كلمني بقى عن الجلسه دي كانت عامله ازاي. لا هي جلسه كانت لا تتعدى تلت ساعه. هي الفكره انه كنت بصور حضره المتهم ابي، وجالي المسلسل سندريلا. كانوا بيختاروا حسب بيقال ان الشبه يعني. فلما رحت وقابلت الاستاذ سمير سيف، فكان شايفني من اقرب الناس شكلا. ده صحيح. شكلا طبعا ليا الشرف يعني. فطبعا كانت التجربه مقلقه شويه. يعني الناس بتقول لك انك ممكن تلعب الشخصيه دي حاجه، وانك هتلعبها على مستوى الاحتراف حاجه تانية خالص. صحيح. فاخدت الورقه. هو كل الشخصيات كانت مش كبيره، يعني خمس حلقات مرورا في حياه السندريلا. يعني عبد الحليم حافظ، احمد رمزي، كل الشخصيات بتمر في حياه السندريلا ازاي. فاخدت الورق وقريته، كنت سعيد جدا وفرحان جدا. وزمايلي قالوا لي لا، ما هو الموضوع مش هتبقى قرايه وانك تجيب الافلام تتفرجوا بس، لازم تقابله شخصيا. فقابله شخصيا ازاي ده؟ يعني نجم كبير زي ده وما عرفنيش اصلا، لسه بدايه حياتي وما عرفنيش. لا ورايح تمثل كمان شخصيته. يعني رايح اعمل شخصيته. فهقابله ازاي؟ المهم يعني بعض الاصدقاء جابوا لي النمره بتاعت الاستاذ احمد رمزي الله يرحمه، وكلمته في التليفون وانا بترعش طبعا. عارف السكه في وشي، هيشتمني، يعني هيحصل حاجه. انا قلقان، هو طبعا ما فيش الكلام ده بس انا قلقان. فكلمني وقال لي ايوه يا حبيبي وتحت امرك وعينيا، وقلت له بعمل الكاركتر بتاع حضرتك وكده، وعايز بعض المعلومات علشان الناس تصدقني. يعني بما اني شاب في بدايه حياتي ولسه الناس بتعرفني واحده واحده، فعايز ابقى المصداقيه تمام. فقال لي طب انا في قريه في الساحل الشمالي، وانا تصويري بعدها بثلاث ايام. قلت له طب اعمل ايه؟ انا مش فاهم، يعني انا في الساحل الشمالي يعني استنى لما ترجع ولا اعمل ايه؟ فقال لا لو تحب تيجي تعالى. في قريه هناك مش هنقول لا داعي لذكر اسمها يعني. رحت له، كان قاعد على البحر. قابلته، المقابله ما تعدتش الثلث ساعه بس، خدت منه شويه تفاصيل في هدوء. ولقيته بسيط، انسان كان بسيط جدا جدا. بس انت رايح، بما ان انت شاب، رايح لنجم. صحيح. مصر كلها بتتكلم عنه. فانت قلقان مش عارف رد فعله لسه ايه، وهو هيتعامل معاك ازاي، ما يعرفكش يعني، الراجل ما يعرفكش. بس هو الحقيقه كان يعني فنان، عارف يعني ايه شاب لسه طالع جديد. فرصه من فرص عمره اللي جات له انه يعمل الكاركتر بتاع استاذ احمد رمزي، فحب انه يساعده. انت حد قال لك قبل كده يا محمد انه انت صحيح سنك صغير بس انت واخدها جد؟ مش سؤال يعني معلش، بس يعني لسه يعني. في بدايه شبابك بس انت واخدها جد، مش واخدها هزار ولمعه بتاعت نجوم، لا يعني عايز تذاكر وعايز تعمل حاجه وعايز تعمل اضافه ومهتم بتفاصيل وبتاع، وده كويس جدا. ده هيبان ان يعني ده اللي يعني انت بتربي مصيرك، يعني بتربيه بتغذيه، يعني عايز اقول كده انه في ناس بتوصل للمرحله دي بعد مجموعه ادوار او بعد مراحل زمنيه معينه، بس انت جايبها من بدري فده حلو. بص هقول لك، هو انك تختار
هو ده اللي بيعمل التاريخ. صحيح. انت اللي هيتبقى منك احنا كلنا هنروح. انت عينك على التاريخ من بدري قوي. فاللي متبقي منك هو التاريخ. السيره الكويسه ده عمل اعمال مهمه. في ممثل الناس لما تيجي تشوف اسمه على تتر تقول لا العمل ده هيبقى كويس. يعني بيختار. فالناس تبقى واثقه فيه. وفي ناس ما تهتمش قوي لانه عارف انه مش المستوى اللي هم عايزينه. صحيح. او مش الافكار اللي هم مستنيينها. صحيح. فمهم بالنسبه لي انت بتربي مشاهد يعني. بربي زبون. انت بتربي زبون. ماشي. طيب قول لي انت ايه اكتر دور خد منك مجهود نفسي وبدني كبير؟ يعني في مجموعه ادوار كده لو انت استعرضتها مين ممكن إيه ممكن اللي افتكره دلوقتي فض اشتباك. ليه؟ فض اشتباك كنت لسه خارج من اخت تريز مع شركه راديو 1 الاستاذ احمد نور والدكتور خالد حلمي. فقالوا لي ان احنا هنعمل فض اشتباك. فالكاركتر اللي كنت العبه فض اشتباك كاركتر تاني خالص. يعني مهندس وبيعمل حاجات تانية خالص غير الكاركتر اللي لعبته. تويست كبير يعني. وفجاه الاستاذ احمد نور كلمني قال لي طب تعالى دلوقتي المكتب ضروري. فروحت قابلته. قال لي احنا هنغير الشخصيات خالص. في شخصيات هتتشال وشخصيات هتبقى موجوده في الورق. وانت هتلعب كاركتر ما لعبتوش قبل كده خالص. فقلت له ايه هو الكاركتر؟ قال لي واحد من منطقه شعبيه بيشتغل ديلر مخدرات وبلطجي وفي نفس الوقت عارفه البلطجي اللي هو قلب عصفوره ده اللي هو الحنين ده شويه. فتركيبه غريبه. يعني تركيبه هو اتنين حاجتين ضد بعض ضد بعض. ورومانسي يعني المظهر الخارجي غير المظهر الرومانسي جوهر الداخلي. بيحب واحده ويضعف قدامها جدا بس هو بره ما عندوش قلب وما ما عندوش رحمه فتركيبه غريبه قوي انا ما عملتهاش قبل كده. فكانت محتاجه مذاكره مهمه. لان ساعتها كنت بفتح مطاوي مطوتين كان هي اللازمه بتاعت الشخصيه معاه مطوتين كده بيفتحهم ويقفلهم مع بعض. تمام. رحت قعدت مع ضابط صديقي نزلني الحجز عشان اشوف الشكل ده من المجتمع عامل ازاي. ده انت حابب المعايشه من زمان. فشفت ناس طبعا ما حبيتش ان في بعض التفاصيل ما حبيتش اظهرها على الشاشه. تمام. لان في ناس في الحبس بيبقوا مشرحين ايديهم وعاملين حاجات يعني مش هتهم المشاهد قوي يعني او مش حلو ان انا اظهرها للمشاهد قوي. فانا خدت التفاصيل اللي المشاهد ممكن يهتم بيها او تلفت نظره بشكل كويس لان المسلسل بيخش بيوت الناس فلازم تبقى عامل الحاجات اللي العائلات تتقبلها. يعني تتقبل منك الشر بس بحدود. عشان ما تقلبش القناه او تقفل منها. فخدت الحاجات المهمه اللي تضيف تفاصيل الشخصيه وعملتها. خدني طبعا الاستاذ احمد نور وشلت شعري بالمكنه خالص. رحت غيرت لوني. يعني لو عندك بعض الصور هتلاقي انه هو غامق جدا. طريقه الكلام. بس انت حابب نوعيه الدور ده وقلت لي قبل الهوا انك انت حابب انك انت تعمل دور من منطقه شعبيه يعني حد جاي من بس يعني مش ده. مش يعني ده لا مش ده طبعا. مش ده اللي انا اقصده قصدي. طب ايه اللي انت حابب تعمله؟ الله يرحمه نجم فريد شوقي. كان نجم الترسو زي ما بيقولوا. طبعا. الطبقه الشعبيه الاجتماعيه الكادحه الناس بتحب تتفرج عليها بتشوف نفسها فيه. صحيح. هو رمز اي نجاح الناس تشوفك في نفسهم ويشوف نفسهم فيك. هو ده رمز النجاح. صحيح. فانا حابب العب الكاركتر ده لان الناس بتصدقك بتشوفك وتصدقك وتتعاطف معاك وتحس ان هو انت هم وهم انت. فهي دي الكاركتر اللي انا عايز العبها. بس انت كمان الفكره زي ما انا قلت في المقدمه ان انت عجينه شكلك بيدي حاجات كتير يعني ممكن يدي غلوبه كده ولو انت مش غلوبه خالص يعني الحقيقه وممكن تدي فيلن جدا يعني حلو انك انت بتقدر تتحكم في ملامحك. اصل الموضوع مش موضوع مكياج خد بالك ان في الممثل بيبقى عنده مكياج داخلي. هو حاجه في الاكاديميه كده كانت بتعلمها اي ممثل مبتدئ اللي هي المعايشه. انك تبقى مصدق عشان اللي قدامك اللي يتفرج عليك يصدقك. صحيح. لو انت مش مصدق اللي قدامك مش هيصدقك. صحيح. طب انت ليه ما بتشتغلش مسرح يا محمد؟ يعني انا بشوف كل اللي بيشتغلوا تلفزيون بيشتغلوا سينما بيبقوا حابين قوي يسمعوا السوكسي بودانهم على المسرح. ولا انت عندك مشكله مع المسرح في حاجه؟ خايف يأيدك مثلا؟ مش عندي مشكله مع المسرح. بس انا كان نفسي اشتغل مسرح قطاع خاص. مش قطاع عام. اوكي. ايه الفرق؟ هقول لك الفرق. في ظل الفضائيات والقنوات الكتير والسينما الكتير برضو الناس ما بقتش مهتمه بالمسرح قوي. يعني ما بقاش
المواطن بينزل ويقطع تذكره وياخد عيلته ويروح يتفرج على المسرح. ما بقتش زي زمان. الاول كان زعيم عادل امام، استاذ محمد صبحي، استاذ سمير غانم، المسارح بتاعتهم كانت دايما ارش كومبليت. ده صحيح. المسرح كان مسرح ساعتها، كان فيه اهتمام بالمسرح، كان فيه سلامة الجمهوري الاول. كان فيه تفاصيل كده انا افتكرها وانا صغير. دلوقتي بقتش موجوده. فالاهتمام بالمسرح ما بقاش زي الاول. وانت كمان خايف ان هو يايدك شويه، لانه هو طبعا بيايد. طبعا يعني هو بترفض كل الاعمال، ما بتقدرش انك انت توازن ما بين المسرح. هو 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 معظم او نسبه، يعني عشان ما بقاش ظالم، نسبه من الشركات لما بتعرف ان في ممثل عنده مسرح بتقلق شويه منه. صحيح. يعني وقلقانين انه هيعطلهم، هيمشي الساعه 7 كل يوم علشان عنده عرض، فبيبقوا قلقانين شويه. طيب هقول لك اخر سؤال وعايزاه في جمله. ايه الحاجه اللي انت مش عايز يعني رصدها قوي؟ ايه الفخ اللي انت حاسس انه انت مش عايز تقع فيه وقع فيه نجوم راحلين؟ انت كرصد بقى، لانه انت بتبني زي ما بتقول، انت بتبني زبون، بتبني مشاهد، بتبني مستقبلك، فاكيد رصد اخطاء معينه مش عايز تقع فيها. ايه الخطا اللي انت مش عايز تقع فيه؟ وده اخر سؤال. بص انا مش مركز مع مين وقع في اخطائي. انت بتبقى بتركز في تراك واحد، اللي هو التراك اللي انت ماشي عليه. بس تتعلم من تجارب الاخرين يعني. ما هو برضو كل واحد ظروفه غير التاني، وكل واحد بيعمل شخصيات غير التاني، وكل واحد ليه فكر، مستوى فكر غير التاني. بس اللي انا حاطه في بين عينيا، يعني ان ما اعملش شبه شخصيتين مع بعض. تمام. يعني ما اعملش كاركتر شبه الكاركتر التاني. عشان ما تتحرقش بالنسبه للمشاهد. صحيح. لان المشاهد لو زهق منك ما صعب انك ترجعه تاني. انت عايز تعمل تنوع، ومش تنوع بس، عايز تعمل اكستريمز، يعني حاجات اللي هي اكستريمز كل مش متوقعه في كل حاجه. يعني الكاركتر المره دي ظابط، اللي بعديه مجرم، اللي بعديه دكتور، اللي بعديه معقد نفسيا. لازم يبقى في تنوع عشان الناس تبقى حابه انها تقعد تتفرج دايما عليك، لانه لو انت متكرر بشكل عادي ما الناس هتعتاد، الناس هتزهق. طب احنا مستنيين هذا التنوع يا استاذ محمد. يا رب دعواتكم بقى. اشكرك طبعا على وجودك. ومستنيين بقى ايه ادوار كتيره فيها تنوع علشان تنورنا تاني في عسل ابيض ان شاء الله. ميرسي يا محمد على وجودك. مرسي. طيب خلصت فقراتنا، وبكره يوم جديد من ايام برنامج عسل ابيض مع العسليات، نهى، رنا، اسماء وحنان.